بالتزامن مع سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، أقامت سفارة مملكة البحرين في العاصمة الأمريكية واشنطن مع جمعية الصداقة الأمريكية البحرينية فعالية رياضية تمثلت في نقل حي ومباشر لأحداث الجولة الأخيرة لسباق الفورمولا 1 الذي قامت باحتضانه مملكة البحرين بحلبة البحرين الدولية في الصخير. هذا وقد قام معالي السفير الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة بالتنسيق مع جمعية الصداقة الأمريكية البحرينية بإقامة هذه الفعالية كفرصة لأعضاء الجمعية لمتابعة ومعايشة أجواء السباق والاستماع إلى سباق الفورمولا 1 بحلبة الصخير من خلال مشاركة وحضور 200 مدعو من محبي رياضة السيارات وبالأخص سباقات الفورمولا 1، بالإضافة إلى عدد من المدعوين من مختلف القطاعات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم تصميم الديكور الداخلي لمقر السفارة ليعكس الفعالية، وتم تخصيص زاوية تعريفية عن مملكة البحرين والعلاقة التي تربط البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى الجانب الرياضي والذي تبلور نجاحه باحتضان مملكة البحرين للمرة 15 لجولات سباق الفورمولا 1. هذا وفي ختام الفعالية قام معالي السفير الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة بإهداء الفائزين بمسابقة توقع نتائج الفريق الفائز، حيث تم تكريمهم بالهدايا، وعبر أعضاء جمعية الصداقة الأمريكية البحرينية بتواجدهم في هذه الفعالية التي وفرت لهم الفرصة لمعايشة ومشاهدة ما يجري في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، مشيرا إلى أن النجاح الذي تحقق لسباق هذا العام ليس بغريب على مملكة البحرين. وهذا وقد أفاد معالي السفير الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة بأن الفعالية فرصة للترويج لمملكة البحرين وإبراز صورتها المشرفة بسفارة مملكة البحرين في واشنطن، وعلى قدر المستطاع على نقل الصورة الواقعية والمشرفة لمملكة البحرين في الخارج، وأن هذه الفعالية له تجسيد للدور المناط بها في هذا الشأن، مهنئا باسم أعضاء البعثة بواشنطن مملكة البحرين قيادة وشعبا بهذا الإنجاز، متمنيا المزيد والمزيد من النجاحات القادمة لمملكتنا ورجالاتها المخلصين. طبعا لا شك أن سباق الجائزة الكبرى هو الحدث الأكبر في المنطقة، وحرصت السفارة عبر السنوات بتنظيم هذا اللقاء سواء لعشاق هذه الرياضة أو للناس اللي نتعامل معها. طبعا الفعالية هذه تصب في صميم عمل السفارة، ألا وهي الترويج لمملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولله الحمد نشوف توافد أكبر عام بعد عام. من الملاحظ بأن لما أشوف بعض الناس ويسألوني أنت من وين، أقول لهم من البحرين، على طول يذكرون سباق الفورمولا 1. ففعلا هذا السباق عاد بالنفع على مملكتنا الحبيبة، ونشكر الحقيقة مبادرة سمو ولي العهد منذ سنوات عديدة والنظرة الثاقبة لتنظيم هذا الحدث. طبعا اللي تابع تنظيم هذا السباق في مملكة البحرين شاف بأن هذا عمل كبير، واستطاعت من خلال سواعد أبنائها بأن هي تنظم هذا الحدث بتفوق عام بعد عام، إلى درجة أن هناك دول كثيرة طلبت من البحرين المساعدة في التنظيم، وهذا مما يدل على يعني قدرة مملكة البحرين والكوادر الوطنية في تنظيم هذه الفعاليات الكبيرة على مستوى العالم. أعتقد أن مثل هذه المناسبات تعبر عن جزء صغير من التأثير الذي أصبحت البحرين تحققه في المنطقة والعالم، فهذا حدث رائع منذ سنوات، مما يضع البحرين في المكان الذي تستحقه. هذه المناسبة نحتضنها بشراكة مع سفارة البحرين تزامنا مع سباق الفورمولا 1، وهو حدث يشجع الناس للاستمتاع بالصداقة التي تجمع بين بلدينا. التشرف بهذا الحضور في مثل هذه المناسبة التي يملأها حسن الضيافة والمتعة والفرح. جئت لسفارة البحرين من أجل حضور سباق السيارات، إن الوحدة التي تجمع بين البحرين والولايات المتحدة لا مثيل لها، وجميل جدا أن تتلاقى حضارة البلدين في مثل هذا الحدث. أنا من محبي سباق الفورمولا 1، وجئت كي أتابع سباق هذا الموسم.